الله يرحم الوالد معاه. انت نائب اراضي الجاليه. اي السلاليه لا وسلم عنورو. صفتو. راه الهضره ديالي لا وسلم عنورو حتى وين. احنا خبر واحد نموتو فيه. عندي الهداوي راه كلانا. راه كلا المرة ديالنا. احنا متيبون لا احنا مساوقين فيكم. راه كلانا مزيوما. يتدخل. ما بغينا سيدنا يتدخل فينا بالحينا. احنا بولادنا وعيالاتنا. ما لقينا فين نموتو. والو نموتو الله. خمسة بحالكم همي هو غنجيبها دابا هي حقها حنايا في هذه الحالة حنايا بغينا سيدنا يدخل في هذا الموضوع أم كرفسين أم كرفسين ما عندنا والو ما عندنا خدمة ما خلينا شتا ندخلو حتى لشرادي ستوب دانا بلاداتنا ودانا كل نخبة سياسية هاد الناس ها هما القبيله ديالنا ضايعين استولد لهم الارض ديالهم استولد لهم الغله ديالهم بطرق لا يرثى لها اتجهنا للقضاء القضاء من صفه لا من الناحيه الابتدائيه لا من الناحيه الاستنافيه الممارسه جميع الممارسات كيضغط علينا لا من الناحيه الماديه انسان مادي عنده نفوذ قويه حنا كتشوفوا كما كتشوفوا ها هما قدامكم ناس ضعفاء ما عندهمش ما عندهم لا فين لا فين يخدموا لا فين ياكلوا رزقهم وضايعين فيه يا بلادنا حنا تنطالبوا سيدنا التدخل الفوري والسيد وزير العدل يدخل التدخل الفوري باش يلاحظ هذا الشيء هذا ويشوف هذا المنكر اللي تنعيشوا فيه اللي تعيش فيه هذه الساكنه هذه من البلاصه هذه هذه الساكنه هذه دوار بلاد مسلم قبيله الشارده قياده بير طالب اقليم سيدي قاسم تعرضتوا للحيد من اي محكمه من المحكمة أو المحكمة الابتدائية لأن دارتنا واحد الحجز تحفظي لا ما عنده حتى علاقة ما عندنا حتى علاقة بهذا الحجز التحفظي محكمة الاستئناف محكمة صالح شي ذاك الشخص كتعرفوه من علاقة عندكم مع ذاك الشخص هذاك الشخص ما عندنا ما حتى شي علاقة ذاك الشخص هذا اللي بغى اللي درنا الحجز الأرض ديالنا وهذاك الشيء ما عندنا ما حتى شي علاقة ما عندنا شي علاقة كاع مرة المطالب ديالكم المطالب ديالنا التدخل السريع لسيدنا جلالة الملك تنعرفوه مع الفقراء والتدخل السريع